السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لتصميم أعمال الدك مثل ما احنا دائما بنشرح بيكون في عندنا مخارج هواء تباعا، من بعد ما يتم تخريج كمية من الهواء بيتم عمل ريديوسر، شايفين البعد الأول بيكون كبير، بعدها طبعا بيصغر، من بعدها أيضا بيصغر حتى طبعا نصل إلى نهاية هذا الدك على أساس تصميم الدك حسب ما تعلمنا طبعا في الكورس العملي.